أنا عايز أقول لكم على حاجة، لا يمكن إنسان لاقي الحياة الأبدية اتمتع بالمسيح وياخد المسيح ليه بس، ما بتحصلش. يا إما اختباره زائف، اللي بيدوق المسيح واللي بيختار المسيح واللي بيدوق المياه الحية لا يمكن إن هو إلا أن يكرز ويدور على الناس اللي كان عايش معهم في الخطية، يقول لهم أنا دقت المسيح، أنا تعالوا تعالوا عشان أقول لكم أنا عرفته إزاي وهو يقدر يعمل إيه. يا أحبائي مش ممكن. أنا أفتكر أقول لكم بقى زي بعض وأنا أحكي عن خطيتي، لما كنت في العالم لسه وكان لنا شلة كده كنا نقعد نسهر مع بعض، يعني لما ابتديت تعرفت على المسيح قلت بقى اروح لهم بقى اقول لهم الحاجه اللي انا شفتها الحلوه دي، بقول لهم يا جماعه يعني ما بلاش الاعداد دي، ما لهاش اي يعني، نقعد نتكلم ونعمل ونضحك ونهزر وننكت وبتاع، تعالوا اقول لكم، انا هقول لكم انا شفت المسيح، انا دوق، انا احب. يا جماعه انت بتكلمنا عن ايه؟ ما احنا عارفين الوصايا العشر، ما احنا عارفين، انت هتقعد تعلمنا، احنا فاهمين وبنعملها كلها، لا حد فينا لا بيزني ولا حد بيقتل ولا حد بيسرق ولا حاجة زي كده. يا جماعة ده الذهن الجسدي، هو ربنا عايزنا ان احنا نحفظ الوصية عشان الوصية نفسها؟ لا، لان الوصية فيها المسيح. ان ما كنتش تكتشف المسيح في كل وصية انت بتعيشها يبقى انت مش عايش الوصية. عشان كده قال ايه؟ كل كأس ماء بارد يعطى باسمي هو ده اللي مش ممكن يضيع أجره، اللي من أجل المسيح. يعني كل حاجة بتقدمها، إن كان أي تبرع، إن كان أي خدمة بتعملها، بتعملها لأي سبب تاني غير إنك أنت عايز تخدم المسيح من أجل محبة المسيح، كل ده غير محسوب، ما ينفعش.